عودة مجددا أيها الأحبة مشاهدي قناة الكميل الفضائية، عودة إلى خدمة الحسين الخلص، تحية لهم وتحية لإبداعهم مجددا، وعودة إلى التألق من جديد، عودة إلى الإبداع من جديد، عودة إلى القصائد المتنوعة، عودة إلى القوافي المزدهرة بالإبداع، عودة إلى الأرضية الصالحة لزراعة الفن والذوق والإبداع والتألق، أنا وأنتم، وعودة إلى الحبيب علاء العيساوي. بعد روح كأني بأمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما كان يغادر إلى أحد الحروب يقبله الإمام الحسن بيده والإمام الحسين بيده الأخرى، إلا السيدة زينب فكانت تقبله بقبلتين، الأولى في جبينه والثانية في ظهره. استغرب البعض فأجاب الإمام الحسين: باس الظهر بوها بداخل العباس، زينب عال مدروب السمش بيه، باس الظهر بوها بداخل العباس، زينب عال مدروب السمش بيها، اعلى ظهره تحط ذنها وتبتسم مرات، عباس بقفا ما ادري شي حاجيها، جربه تحب علي تفتر ورا بالبيت، تشم ريحه بقفا ليش تاف راعيها، علي يدخن قفا لو يطي زينب ماي، اكو زلمه بقفا قال انا لطيها، الله وياك خويا بظهر ابوها تصيح، اريد اشتافة ترجع شخط ما بيها، علي علي بظهرك علي مودع، ترد منصور مودع، ترد منصور علي هد بقفاك الزلم تقضيها، بظهره وصاح زينب قلي للزهراء، عد عباس شغله يقول تقضيها، ترضى خطب لابوي ام البنين يقول ترى ام تحب علي وتستحي تحاكيها. شكرا لعلاء، شكرا لإبداع علاء العيساوي، وشكرا لهذا التألق الكبير، وإلى بما أننا بالقرب من أبي الفضل العباس عليه السلام، عند دخولك إلى أبي الفضل العباس تجد المعجزات، منها المفرحة منها المحزنة في نفس الوقت، قضاء حوائج آمال معلقة، فترجمت تلك الحالة عند وقوفي في بوابة أبي الفضل العباس عليه السلام، قلت له: سيدي يا عباس، شفت منظر عشق بالعين ظل طابع، اللي يطب الضريحك يبكي عالطالع، شفت منظر عشق بالعين ظل طابع، اللي يطب الضريحك يبكي عالطالع، الما طاحت دمعته بنعش بو من فات عينه تصير زمزم من يجي السابع، على حماية صحني أبي الفضل عباس، تنويه من هذا المكان، على حماية صحني أبي الفضل عباس ألا يكتبوا يمنع على الزائر إدخال الهاتف أو الحقيبة أو الحقائب أو الأشياء الأخرى، بل من المفترض أن يكتبوا كالآتي: يمنع منعا باتا على الزائر إدخال كفيه لا ضريح أبي الفضل عباس، وذلك احتراما لقطيع الكفين، انزع كفك وبر الصحن عوفة، احتراما للبقن على المشرع جفوفة. الحبيب قاطع المياحي. على ما يا من ذليتني ذله، على ما تذلني وصرت يم قبرك، على ما فطمتني فطمة الارضاع، على ما يا مثل امي وسدرها موشلي مخنوق خنقة قبر لو ما تجي زواير، مخنوق خنقة قبر قبر لو ما تجي زواير،
ومن عصر عصرة عشر لمن يجي الخطار متحير رويحتي ما بين جنة أو نار. الفقر كان شبح ظل يقرب من الدار ظل يقرب من الدار. المرض يتراوليكي وين ما أندار. العمر كان يديك صفارتي الإنذار كان يديك صفارتي الإنذار. من البارد اش حصلت حتى استليذ بالحار من البارد اش حصلت حتى استليذ بالحار بالحار. الوطن كله نخل انا صرت جمار انا صرت جمار. موجود عندي وطن بس قاعد بإيجار موجود عندي وطن بس قاعد بيجر. وانا اللي بيها انكتل بس ما الي فجاير. شلون السير عد الوادم كونك ما تلقى الفجار. شلون السير عد الوادم كونك ما تلقى الفجار. الله شكرا الله للحبيب قاطع المياحي. بعد عيني بعد عيني. شكرا لك. عودة الى الحبيب عدي الكعبي من جديد. خلونا نسمع تصفيق حار للمبدع عدي الكعبي ونحيي من جديد. ما تعبتوا شبابنا ما تعبانين ها. يلا خلنا نسمع عدي. هي هي الخدمة ويحشين حط زايد وخذ زايد وامشي بسايد الخدام بالك تعبر السايد. هي هي الخدمة ويحسين حط زايد وخذ زايد وامشي بسايد الخدام بالك تعبر السايد. بس بالك ويا العباس عم تدور الفايد. هي الخدمة ويحسين حط زايد وخذ زايد وامشي بسايد الخدام بالك تعبر. أخليكم من نال الصبح إذا ما صيحون من نال الصبح أظل عيد بيه. هي الخدمة ويحسين حط زايد وخذ وامشي بسايد الخدام بالك تعبر. بس بالك ويا العباس بويا الدور الفاي بس صفيها ويا حسين وانت تحصل شرايد. بس صفيها ويا حسين حسين. هي الخدمة ويا حسين حط واحد وخذ عشرة بس كون بدرب مامون مو يومية لك طفرة. هي الخدمة يا سيدنا اجي الخدمة ويا حسين حط واحد وخذ عشرة بس كون بدرب مامون مو يومية لك. اللي يخدم صدق ويا حسين خلي يمن بقبره بهالرقبة وخبر مضمون تحضر فاطمة الزهرة. بهالرقبة وخبر مضمون وشلون نعوف حسين اسمك ويدمنا. وشلون نعوف حسين اسمك ويدمنا. شكرا ابو عباس حبيبي. شكرا الحبيب. خلونا نسمع الحبيب مرتضى حرب الغالي. أذكر مولاي الإمام الحسن عليه كلش براحتك السلام. كلش براحتك. الحسن من كان حي وجدورتي قلبا الحسن وجدورتي قلبا الطيور على الشجر ما كانني حطا كانا
كافات الباب مو بس خاطري شبعا كان انكافات الباب بطول الحسن يتبركن الطير الجنحة تعور ينطيري شات العباس الطير الجنحة تعور هاي طويلة اي مولاي للتاريخ تبا ما نصف سيفك وانت مشبعة مثل الضيف اللي يضيفك سيفك كان يشبه شبة مضيفك للتاريخ تبا ما نصف سيفك وانت مشبع مثل الضيف الضيف اللي ضيفك سيفك كان يشبه ما شبت مضيفك شلون الملقى العدك طقاتك حلوات شلون الملقى العدك الله خلنا نقرأ المقطوع حتى لا يزعل خادم الحسين الحسين عدل لو ظل وتروح ويا الحسين وتدق صدرك للحمول الثجيلة عدل لو ضايا وتروح ويا الحسين وتدق صدرك للحمول الثجيلة ساعة تصير اخو ساعة ابو تصير وذايع للهوى تشلاب شيلة حسين بينك وما بين عباس يتوسط وبعباتك تفيلة وعليكم شابحات الهاشميات مأمنات وعليهن ماكو ماكو عيلة وقبل طيحة الحمرة تقل جسام يا ابن سبقنا شد على الأصيلة روح ابن المضيف وعمر الدلال عمك ما تفوت القهوة ليلة ليلة وتسيورة عمامك عدك تصير والعباس شوفه ما يشيله ترى العباس من ضمن المساير قاعد لتشن قلبه روحه ويا العقيله وبس يجيب واحد طار للماي وبريشات يوقف على حيله مولاي دلالك شارب منهن طاها وما هزل فنجان دلالك شارب منهن سلامتكم الله الله شكرا للحبيب مرتضى حرب عودة مجددا إلى الحبيب السيد فاقد الموسوي قالوا موت شباشك قلت شراي قالوا موت شباشك قلت شراي اللي يعطش كون بيسمها يريد الماي قالوا موت شباشك قلت شراي اللي عطش كون بيسمها يريد الماي حياتي وموتي هنا وحق الواح حسينا حياتي وموتي هنا وحق الواح حسينا ضريحك بمرض من يا وقت هاي ضريحك بمرض من يا وقت هاي حسين وداحت دموعك على الزهرة أحبك بالصدق بالكذب بالفطرة
حسين ودات دموعك على الزهرة، أحبك بالصدق بالكذب على الفطرة، إذا على الموت قدر الموت بس البعد شي قدره، إذا الموت قدر الموت بس البعد شي قدر، انعدوا بحسين سبعين بعد ما يعدل حسين، انعدوا بحسين سبعين وبعد ما يعدل حسين، مو شب آخر شو حسين بماي، مو شباخ مو ديتون، مو شباخ مو شباخ رش حسين بماي، ايوا حق الماي صب البس عليك، ايوا حق دارة عيونك للبنايا أربعمية قالوا مر عليك، وأنا قلهم والله قبل شوية مات، قبل شوية مات يا عشق الأزلي حسين بن علي، يا عشق الأزلي حسين بن علي، حسين يا عشق يا عشق، ويا ويا ايه صدق صوتك، يا عشق ان شاء الله ما تعبتوا، بيكم هم تحشنوا وياي سيدنا سيدناك شوي حفش، يا عشق يا عشق ما يصير قاعد جبار ابو حجاز اخوي، يا عشق يا عشق، يا عشق يا عشق دلانا عين من السهر، يا عشق يا عشق مشتاق لك يا المنتظر، يا عشق يا عشق دلانا عين من السهر، يا عشق يا عشق مشتاق لك يا المنتظر، يا عشق يا عشق يا خير يا جيت مطر، عشق يا عشق يا ما تجينا وتهل علينا، يا ما تجينا وتهل علينا، تندوبر اسمك بالصور، يا عشق يا عشق تندوبر اسمك بالصور، رايتك 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 تطلع الطيب العلل، رايتك رايتك ويطيح يمها كل زعل، رايتك رايتك وفياي للمع الدهل، رايتك خير وسلامه الكل اللي تامه، طولت وهلالك كمل، طولت وهلالك كمل، يا هلا ويا هلا يا الجيت ركض، يا هلا يا هلا اتوضى اتوضى واطلع لك ركض، يا هلا يا ما يا هلا يا هلا يا هلا هلبت الوادم تتعظ، يا هلا يا هلا يا ابن الحسن، سلامتك يا مولاي يا ابن الحسن، شكرا للحبيب فاقد الموسوي، تصفيق حال لكل المبدعين الحاضرين معنا بهذا المحفل. قد يتساءل سائل لماذا أقمتم هذا وهذه الاحتفالية الكبيرة في يوم الأربعاء
وذلك لأن كلمة حسين متكونة من 4 حروف، كذلك كلمة عباس متكونة من 4 حروف، كذلك كلمة زينب متكونة من 4 حروف، فمن باب الوفاء 4 حروف في يوم الأربعاء. شكرا للأحبة، شكرا للحبيب قاطع المياحي، شكرا للحبيب فاقد الموسوي، شكرا عدي الكعبي، شكرا علاء العيساوي، شكرا مرتضى حرب، شكرا لكل الأحبة، شكرا لإدارة هذه القناة، شكرا للمصورين، شكرا وشكوى للإمام المهدي كذلك إن كانت شكوى، كذلك شكرا لإدارة هذه القناة الكبيرة جدا، شكرا للناجي من كل شيء إلا من الحب والطمأنينة السيد ناجي المرياني، شكرا للذي هو جريح عندما يرى الجرحى وشهيدا عندما يرى الشهداء الحاج عماد أبو مريم، شكرا لكل الأخوة الحاضرين معنا بهذا المحفل أبو حجاز وكل خدمة الحسين الخلص، ونلتقيكم في مشاهد أخرى وفي مواقع أخرى. أنا أخوكم الشاعر والإعلامي علي نعيم الدراجي.